السلام عليكم. اول حاجه قلت انه ذكر ايات وقاعد اشرح فيها، والله كلامنا في بلد وايات في بلد ثاني، نحن دي بنعرفه، ما تعلمناه ليه، تعلمناه البارح كويس. بعدين اي قال شنو ما اعرف، واحد من الاخوان اللي اخذ على ما اعتقد قال اي زول يجي هنا يقول انا ما جمهوري معناه هو جمهوري، انا ما شيوعي معناه هو شيوعي. انت قلت انا ما جاي لغرض سياسي، لغرض سياسي معناه لغرض سياسي ونص، دي هو حيقول لك انت ده كويس. بعدين مرة اثنين يعني يا مان مهاترات ودي اسيت اي طالب، هو جاي بنكس وجاي بلباس وجاي بهناك، ان شاء الله يجي عريان. انا قاعد في بيتي ما عندك شغله معي، قاعد في بيتي كويس. انت قلت له قاعد من 2014 وماسك مرتبه هناي، زود لا قاعد في بيته، انت جيت في محله احترمه، جيت في محله انت، هو ما جاك في محلك، انت جيت في محله هنا ده، يعني هسه نحن شايلينك فوق راسنا ونخليكم هنا تتكلموا زي ما انتوا دايرين، ما في زول حماكم. فالمخاطرات دي خلوها، يعني هسه جبال قال شنو انه الجماعه اللي عاملين الجائزه قال كوبايه عصير، والله العظيم بيستفيدوا منهم اكثر من هنا ده، شايف كوبايه العصير ده او ركب تعرف عرفتوهم من مش بس كوبايه العصير الاعلام وتقول هناك ذاك الجائزه 1000 جنيه عرفتوهم ولا ما عرفتوهم؟ ده انا صار وصلنا ها بوريكم لهم انا ده كويس؟ اي انا منهم منهم ونص في كلام؟ بس خلاص يلا شنو؟ يعني هسه اليوم لكن الشيخ الحواري جاي عنده قاعد يتكلم، فواحد والله العظيم يعني من الاخوان ما عارف هو جمهوري ولا شنو؟ فشيخ الحواري شغله والله يا ابني كده 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 والله زادك كيف منه يعني احترمه. لكن تعال شوف هنا كيف انا جيت بهناك مجهزين الفتايل شنو يا معقوله يا اخ معقوله يا اخ؟ بعدين شغال انه يعني والله العظيم نحن جاهزين لاي حاجه، اقسم بالله العظيم انا اركان صغار السنه ديل واركان الليبراليه على اي حاجه هنا على دبارية ما في واحد فيهم جا قال الكلام ده، ما في واحد فيهم شنو جاهزين لاي حاجه. انت ما جاي لاحرب، انت جاي هنا تنشر دعوه، انشر دعوه تقول جمارك ما في زول بيعذر لك. اسلم ولكن انا قاعد فوق هناك اقسم بالله العظيم وقت بيكونوا طالعين اندفسوا كده 100 نفر كده في النص بكده فاهم ولا حاجه. انا ده الحاصل شنو هو؟ الحاصل شنو؟ الموضوع ده والله ما في زول بيعذر لكم ليل، والله ما في زول بيعذر لكم ليل، كلهم جايين هنا اقسم بالله اكثر من نصهم لا جايين لدين لا جايين لدعوه، جايين يضحكوا ويمشوا يا ديل. واحد فيهم بس اللي يقول انا جاي عشان دين، ما في يعني نضحك بس الناس دل. الناس هاي خايتم كلامي خاي تعال تكلم انت هنا ده اتكلم هنا هاي اتكلم هنا ده، نحن ما داري كلامي تحت تحت ما داري كلام تحت كويس. انا بقول سمح لك اقول سمح لك اقول سمح لك يا زول اقعد ماشي وين انا لا انا واحد من الناس اذا داري استفيد بجي الركن هناك داك عارفين ليه؟ لانه هناك في طرح راي وده بيدي وده بيشيل، ما في مهاترات ما في ضحك، ناس جاده كلها. لو قلت تعال هنا اقوى دب معقوله يا اخي هاك انت ده وينه؟ قوم امسك. بسم الله السلام عليكم. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. والله انا ذول يعني انا صاحب اعمال حره جاي من شرق النيل، حيوسف في شرق النيل، والله جاي عشان دعوه التوحيد دي. الله اكبر الله اكبر. وعلمونا والله العظيم، والله نحن كنا نشانا في بيئة بتاع الشرك، حيوسف دي كلها بيئة بتاع الشرك، قبب واضرحة وغباء عن طريق مشايخنا ديل. والله العظيم والله علمونا التوحيد والحمد لله، وإن شاء الله ربنا يثبتوا على التوحيد ويثبتوا على التوحيد، وهذه كل الأمة الإسلامية للتوحيد. الواحد لو ما عنده توحيد والله ما عنده أي حاجة والله، ولا يمشي خطوة قدام. جزاكم الله خير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الود ابو رمود ده وينه؟ خليه قريب. اول حاجة ببدا من اخر حاجة ذكرها، قال النازل اكثر من نصه محلف يا الله، قال جايين يضحكوا ودارين يعني يفرقوا عن الكلام، كلامه كلامه يعني كذا. شباب الدار يستفيد يرفع يده. شفت حاجة يا ولد؟ يا ولد انت العربك شنو؟ يا ولد وقال عامل ضيق في الداخليه، انت الداخليه دي مالها؟ الداخليه دي انت قايلها فتيل ما بتشيل الناس؟ الداخليه دي بيشيل هذا بيشيلنا وبيشيلك، انت قايلها بريش يا ولد كده عليك الله ما تعكروا مزاجنا. احنا قلنا الناس دخلوا هنا زول نقد الكلام اللي قالوه اخواننا ذول بيدين ما في، يقول لك بس كلام كله ما في ما عنده اي علاقه بالموضوع. طيب نمشي لقدام. قال والله
مدح الهواري، مدح الهواري الود ده، قال انا كان دار السفيد بمشي نركن اللي هناك ذاك وما جاب يسيهم، عامل فيها الوضع حريف يعني. انت قال نفسك كابتن ماجد يا زول، ان صار السنه ده صار السنه حضارات سادت ثم بادت، زمان مرحله فات ثاني ما في ذات زول بيرجع لهم. ان صار السنه كرم الصوفيه، القبيل الدافع عن الصوفيه ذاك، ان صار السنه كرم الصوفيه، ان صار السنه مدحوا ان صار المهدي، ان صار السنه مشوا لود الكباش يتعشوا معاه، ان صار السنه الهواري ذا الهواري امشي له وقدم له اي مساله يقول لك قسمها لك الى ثلاثه، والله اي مساله يقول لك قسمها. بتذكر قبل كم سنه حلمان والله في النوم رأيت رؤيا الهواري، سالته قلت له يا اخي بسالك من جماعه التبليغ، قال لي بقسم لك لثلاثه والثلاثه ما اقدر ابدعهم. المشكله في التقسيم، قال لي بقسمها لثلاثه والثلاثه ما بقدر ابدعهم، والله الذي لا اله غير. يا زول انصار سنه بتاع شنو يا زول؟ منهج سلفي واضح، كتاب سنه بفهم السلف الصالح، وتبقى شغله مارق ما في كلام وجوطه وجايين وزعلان. ما تزعل يا ولدنا، هسه في زول هنا شايفه، شايفه هنا خوفك، وقال والقبيل ذاك وينو؟ القبيل برضه قال عضلات وما عضلات، ماله؟ ما زول ناس الله قدام بسطه في الجسم، يا ربنا بيديها لهم من الرزق بياكلوها بالحلال، باسطه وحليب وبشب وصالات وعضلات، انت بتشربها تشربها حاجات بغادي بهناك بلفوها وبتخليك مدروش وجايين بالباس، دي ما زالت الحاجات اللي احنا خايفين منها؟ تجي تشرب لك حاجه تخليك بالله ما عارف نفسك انت لابس لك شوال ولا لابس لك سروال؟ يا اخي كده قول كلام معقول يا ولدنا، يا ولدنا في طرمبه بتاعت بلح بجاي؟ في طرمبه قريبه؟ يا اخي هذا شنو ده كلام شنو ده؟ طيب ماذا انصار السنه؟ وانصار السنه جماعه حذروا منها العلماء، وانصار السنه حذروا منها، ما حذرنا احنا، العلماء الزمان حذر منا، الشيخ مقبل حذر من جماعه انصار السنه، والشيخ وغيره من العلماء حذروا من هذه الجماعه، جماعه عندها انحرافات كبيره جدا، عندها انحرافات كبيره جدا. طيب ثاني بعد شويه قال المتحدث الاول، قال اخونا محي الدين ما قال، قال اللي بيجي هنا يقول لك انا جمهوري، قال اي زول بيقول انا ما جمهوري قال الزمه، قل له انت ما جمهوري ليه؟ لانه الجمهوريين منهجهم من ابطل المنهج من المناهج. الجمهوريين شيخهم محمود محمد طه في كتبه قال الاسلام رسالتين، رساله للنبي عليه الصلاه والسلام ورساله حقته هو، قال الله هو الانسان الكامل معروفه، عشان كده عندنا مثلا بيقول لك الشيء انا منكوره، لو جاء قال انا جمهوري بنلزمك بكلام محمود محمد طه، قال الله الانسان الكامل. انت رايك شنو في الموضوع ده؟ كعب ولا ما كعب؟ اذا قلت كعب بتكون شنو؟ ركبت الشغلانيه في رقبتك، واذا قلت ما كعب انت معناتها بتدافع عنه بالباطل، بتدافع عنه، زول بيقول باطل وبتدافع عنه، وده كلام ما يخش له عقل زول مسلم. طيب اخونا محي الدين قال لك اللي بيقول انا ما علماني قول له ما علماني ليه، اللي بيقول جمهوري قول له ما جمهوري ليه، عشان يوريك فساد الجمهوري وفساد العلماني، وده الزام من باب الالزام يعني، مش ركبه هو انت بس جيت هنا قال انا ما علماني انت علماني، دي نقطه. طيب قال لا ذكر ايات، والايات في بلد والاحاديث في بلد، والله انت جاي ما بعرفك ذاته جاي من وين، وايات كلها في الموضوع، ذكر لك ايات من سوره البقره، واخونا الاول محمد الحافظ ودراوي ذكر ايات تتكلم في الموضوع وفي لب الموضوع، لكن انت ولدنا شكلك قايم من النوم كذا، ولا غسل وشك وتعال، غسل وشك يا ناس، وين الناس دي؟ انا ما بعرف والله، يجوا هنا المحل ده فيه اشكال غريبه وعجيبه يا ناس، طرح علمي ايات واحاديث، انقد كلام اخواننا ده بالايات والاحاديث، ما انا وزعل وزهجان، لا كذا بالراحه كذا، ما تزعل، زعلان في شنو؟ هنا في زول شايل لك صوت وما في زول شايل صوت. جزاكم الله خير، واخونا شهاب اذا عنده اضافه ولا واحد من الشباب فرصة مفتوحة.